محمد، أنا عايز أرجع تاني لموضوع الهدف الاستراتيجي وغياب الهدف الاستراتيجي اللي اتكلمنا عنه. يعني في برضو تفسير آخر إنه ممكن يبقى يعني طرفي الصراع لهم أهداف استراتيجية، ولكن هي الأهداف الاستراتيجية الخاطئة. يعني بالتأكيد نحن نعرف الآن، وأنا شخصيا استمعت لهذا التفسير من أحد قيادات حماس، إن 7 أكتوبر كان الهدف الأساسي منها هو وقف مسيرة عملية السلام الإبراهيمي. فالفكرة مش زي الرئيس السادات عمل يعني حرب أو عمل عسكري لتحريك القضية من أجل أن تصل إلى أو تبني مسيرة سلام. لا، هو حماس كان ليها هدف معين يتعلق بوقف مسيرة سلام اعتقدت أنها ليست في مصلحتها. إسرائيل أيضا محمد، النقطة دي تحديدا انه حماس فكرت استراتيجيا في ايقاف قطار السلام الابراهيمي فقامت بهذه العمليه، ده وضع وزن نسبي لحماس اكبر من حجمها الاستراتيجي. لا بس هو الحقيقه هذا تحقق طبعا دكتور محمد. طبعا يعني هو ده الهدف، ايران عايزه تفسد. لا بالتاكيد هذا، لكن يعني هذا ما تحقق، وهذا يعني هو تحقق، لكنه تحقق ربما لم يكن هدف، لان حماس كان عايز تجيب تخطف مجموعه من الاسرائيليين تنور عليهم تطلع الاسرى. ده كانت القصه. يعني انا بقول لك احد القيادات الكبرى لحماس يعني استمعت اليه وكان يقول هذا هو الهدف، وربما حتى ليه تصريحات تلفزيونيه. اسرائيل برضو أصبح هدفها الاستراتيجي مش إنها مثلا تقول والله هقضي على حماس لأنه في ازدواجية في تمثيل الفلسطينيين، وبالتالي هقضي على حماس فيبقى السلطة الفلسطينية أستطيع أن أتفاوض معها. لا، هي خدت دي كفرصة للقضاء على الطرفين. تمام. طيب المخرج، أنا برضو عايز أرجع لموضوع الأفكار الكبيرة. يعني أنا شايف الورطة الأساسية اللي احنا عايشينها المفاوضات دلوقتي انه نتنياهو عايز يغرق الناس في التفاصيل، وكل ما نخلص من تفصيلة نخش في تفصيلة تانية. صح. رفح، لا فيلادلفيا، لا صح. مش عارف ايه. طيب الحل ايه؟ الحل هو طرح افكار كبيرة، ولكن يعني فكرة برضو مبادرة شاملة ومطروحة من عدد من الأطراف العربية، يعني ربما شايف لسه مش وقتها، لكن أنا شايف إنه في فرصة. وهرجع هنا بقى لمصر للقيادة الفكرية في المجال الدبلوماسي. الولايات المتحدة مفلسة فكريا في طرح مبادرة لحلحلة الموقف، والمسؤولين الامريكان لما بيجوا المنطقه زي ما بيقولوا كده ايه، عايزين حل عند صديق، بيقول لك مباشره طب قول لي اعمل ايه. فانا شايف الحقيقه واحنا كمان مفلسين يمكن. لا ما احنا عندنا كنا قلنا له، لا مصر مصر لا مصر يعني انا بقول ايه، يعني دي فرصه للفكر، لاعمال الفكر، اوكي، في طرح مبادره مصريه، ولكن ليست يعني عايزه يعني اوصفها كده زي اللي بيسموه البازل ده اللي الاطفال بيعملوه، بس بدل ما هو مكون من 20 قطعه لا، يبقى فيه 4 قطع رئيسيه. ما تقدرش تتعامل مع الاوضاع الان بفكره واحده، بمعنى يعني في ظل الاوضاع التي ازدادت تعقيدا بصراحه صعب انك تمشي مباشرة في موضوع يلا موضوع الدولة الفلسطينية. لكن ايضا من الخطأ انك تقعد تغرق في معبر رفح وفيلادلفيا وتنسريم ومش عارف ايه وكلام بالشكل. انت محتاج حاجة في المنتصف توصلك للهدف الكبير اللي هو بيتعلق بالدولة المصرية. وانا يعني بقترح، مش هقول على الدولة، حتى على النخبة المصرية أن تفكر يعني في يعني مبادرات تطرحها. لا مانع بعد كده أن يبقى في تكتل عربي يؤيدها، لكن أنا شايف نطرح أفكار الأول. نطرح صحيح. أفكار. تمام. ومصر يعني مؤهلة للقيام بذلك.